الرمي العشوائي للنفايات والنفايات البلاستيكية خصوصا على الشواطئ وموانئ الصيد والنزهة استدعى بقطاع البيئة إطلاق مشروع لتحسين تسيير هذه النفايات وفرزها بشكل انتقائي، مشروع من شأنه الحد من التلوث ودعم التنوع البيولوجي البحري. إن نجاعة إجراءات التقليل والحد من تلوث الساحل والبحر لن تكون إلا من خلال تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، المؤسسات، المجتمع المدني، وكذلك المصنعون والمستهلكون. لذا فإنه يتوجب علينا تعزيز العمل المشترك بين مختلف الهيئات، وهذا ما دفعنا لتنظيم هذا الحدث المتعلق بالإطلاق الرسمي للمشروع النموذجي لتحسين تسيير النفايات ووضع نظام فرز انتقائي على مستوى الموانئ. ولأن المجتمع المدني طرف فعال في الحد من الرمي العشوائي للنفايات، ها هي جمعيات بيئية ومؤسسات تعمل على إعادة رسكلة النفايات وتدويرها وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي لدى الناشئة. قمنا بتقديم ورشات بيئية لترسيخ فكرة الفرز الانتقائي في أذهانهم، لأن طفل اليوم هو رجل الغد، وستعمم هذه التجربة على مستوى الميناءات الأخرى التابعة للجزائر. بدينا في مشاريع خاصة بالأطفال اللي يحبوها، هي فرز الألوان، فرز النفايات البلاستيكية. تعرف أنه البلاستيك يدوم ألف سنين، يعني باش يتحلل وما يتحللش. إذا الألوان عند الأطفال محببة. الفرز عبارة عن عملية انتقائية مباشرة. لما ينعلم الطفل يتعامل مع الألوان بطبيعة الحال راح تتغرس عنده ذهنية فرز النفايات. المشروع النموذجي لتسيير النفايات على مستوى ميناء جميلة بالعاصمة ينتظر تعميمه على باقي الولايات الساحلية، وذلك للحد من التلوث في موانئ الصيد والنزهة على حد سواء.